فهين تتغير بتغيرات الزمان والمكان والثقافة. الشيعة أكثرهم في إيران، ليش؟ لأنه عمر بن الخطاب كسر خشومهم وأذلهم، يعني إمبراطورية عظيمة مثل الفرس يجون مثل ما نقول عرب أجلاف على البعران يفلشوها، وبعدين يقتلون الأشراف ويأخذون نساءهم بالآلاف يجيبوها لعمر يوزعها بنات الأشراف والنبلاء، يوزعها على دول الهمج. يتونسون بيهن، هذه بناك تبقى يعني سنة سنتين تروح ما تروح، مئات السنين ظل كراهية باقية. ولهذا أعدى الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خالد وليد، عمر، دائما عمر يلعن عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يطلو في طابع ديني، ولا كسر ضلع الزهرة ولا واقعا العجم حقهم مو سهلة امبراطورية كاملة يفلشها. اسكندر ما فعل هيك، اسكندر احتل ايران كلها ورا عدة اشهر انسحب وخلاهم على دينهم. دول العرب ايش سووا بهم؟ ما خلوا اعراب، لا خلوا دمار، حتى تاج كسرى فلشوه بالسيوف والشذنة، فلشوه كل واحد قطعة. وتاج ليش تفلشه؟ ذهب ما يفتهمون هذا التاج. لو هالزمان كان الأمم المتحدة والمنظمات التراث تشتكي عليهم مثل ما طالبان فلشوا بوذا، هاي أثر قديم. ما يفتهمون الآثار شنو بيش حقه جيب. فهذه أساس النظرية باختصار، ونتائج